أنا المحامي الدكتور غسان شاهر أحمد الزعبي، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة بتخصص قانون الجنائي والأدلة الجرمية. أكملت بداية حياتي العملية والتعليمية، حصلت على شهادة البكالوريوس، ثم التحقت في محكمة أمن الدولة، استمريت بالعمل بمحكمة أمن الدولة لمدة 7 سنوات، بعدها حصلت على شهادة الماجستير برضو بتقدير امتياز، وبعدها أكملت حياتي التعليمية بجامعة القاهرة في مصر بقانون الجنائي والأدلة الجرمية، وحصلت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف. مرحبا، أنا المحامي المتدرب غسان شاهر الزعبي، خريج الجامعة الأردنية. طبعا تخرجت أنا السنة الماضية وطالب ماجستير في الجامعة الأردنية تخصص الحوكمة ومكافحة الفساد. طبعا أنا متدرب لدى الدكتور غسان الزعبي، وإحنا هون بالشركة مختصين طبعا جميع القضايا. وأهلا وسهلا فيكم بشركتنا ونورتونا. مرحبا، المحامية شيماء أبو غنيم، مزاولة نظامي شرعي مختصة بالقضايا الجزائية، وأعمل لدى شركة كلمة الحق للقانون. مرحبا، المحامية ساجدة الخوالدة، مزاولة نظامي شرعي، أعمل لدى شركة المحاماة كلمة الحق مختصة بالقضايا الجزائية، وأهلا وسهلا. مرحبا، أنا المحامية المزاولة داليا العزام، مختصة بقضايا الحقوق العمالية والمطالبات المالية وقضايا الجزائية، وأعمل لدى شركة كلمة الحق للمحاماة. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور المحامي غسان شاهر الزعبي. بداية نسعد مساك. أهلا مسنور. أهلا كلك زو. طبعا في البداية، حضرتك صاحب شركة كلمة الحق للمحاماة والتحكيم الدولي وبالتحديد في عمان. في البداية تعرفنا ويتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا المحامي الدكتور غسان شاهر أحمد الزعبي، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة بتخصص قانون الجنائي والأدلة الجرمية. أكملت بداية حياتي العملية والتعليمية، حصلت على شهادة البكالوريوس، ثم التحقت في محكمة أمن الدولة، استمريت بالعمل بمحكمة أمن الدولة لمدة 7 سنوات، بعدها حصلت على شهادة الماجستير برضو بتقدير امتياز، وبعدها أكملت حياتي التعليمية بجامعة القاهرة في مصر بقانون الجنائي والأدلة الجرمية، وحصلت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكنت الأول بكلية الحقوق قسم الدراسات العليا. نعم. متزوج، لدي بنتين وأبناء 2. زوجتي معلمة لغة عربية، حاصلة على شهادة الماجستير، وإن شاء الله بدها تكمل دكتوراه بالتوفيق. ووالدي متقاعد وحاصل على شهادة الماجستير بالإدارة. عدد إخواني 4 إخوان، أخي لي بالأمن العام، والأخ الكبير مدير شركة تمويل، والأخ الثالث برضه دكتور بالجامعة الهاشمية، والأخ الرابع هو أصغر واحد، هو برضه محامي معي داخل الشركة. نعم بالتوفيق. الشركة هاي أنشأتها هي شركة كلمة الحق للمحاماة والتحكيم الدولي. هاي الشركة هي اختصاص جميع القضايا الحقوقية والجزائية. الكادر اللي عندي مقسمين، كل واحد باختصاص معين، محامي اختصاص قضايا العمالية والقضايا الحقوقية، محامي اختصاص كمبيالات وشيكات، محامي قضاء إداري وقانون إداري، محامية جرائم إلكترونية، وأنا اختصاصي قانون محكمة أمن الدولة، اختصاص قضايا محكمة أمن الدولة وقضايا الجنايات الكبرى والمحكمة الإدارية. طبعا الشركة هاي لها فروع
في 3 دول عربية. الفرع التأسيسي والأساسي هو بالمملكة الأردنية الهاشمية، والفرع الثاني في جمهورية مصر، وإلنا مكتب برضه بالسعودية، وإلنا مكتب تحت الإنشاء بده يكون بدبي إن شاء الله. بالتوفيق. ما هو سر نجاحك وتميزك كمحامي؟ أولا تشجيع والدي ووالدتي وزوجتي. يعني كانوا هم محفزين إلي وإني أكمل حياتي التعليمية وأطور عملي. بالإضافة أنا حبيت أفتح هاي الشركة لأنه للأسف الناس ما عندهم الوعي القانوني. يعني أنا هون كشركة مش بس والله للقضايا، أنا بعمل دورات توعية بالقانون. وعندي برنامج معين حقك القانوني اسمه. طبعا هذا البرنامج هو برضو بجمهورية مصر. أنا ومحاميين، والحمد لله رب العالمين، يعني تميزنا بهذا المجال. برضو عندنا قسم اسمه الإرشاد داخل الشركة. يعني معنى الإرشاد إنه الشخص أي مشكلة بتواجهه بعد ما تنتهي مشكلته تقعد معاه محامي أو محامي، تجلس معاه بجلسة مطولة تعرفه بعض الأخطاء أو بعض المشاكل اللي واجهته بالإضافة لحقوقه. وأيضا عندي هون قسم اسمه الإرشاد النفسي. عندي بتعامل مع طبيب وطبيبة إرشاد نفسي لبعض الحالات. والحمد لله رب العالمين، يعني هينا بنتطور. يعني شركتنا الحمد لله رب العالمين بمصر إلها مكانتها، وبالسعودية إلها مكانتها. والحمد لله هي في فرع إن شاء الله تحت الإنشاء بدبي إن شاء الله. بس أنت حسب خبرتك ما هي رؤيتك المستقبلية؟ برأيك إلى أي مرحلة تطور عنا القانون بالأردن؟ الحمد لله رب العالمين، يعتبر الأردن من أكثر الدول العربية بتطور القوانين والأنظمة. يعني إحنا إجمالا بشكل عام من أول الدول، وتطوير القانون عنا بشكل متكرر وبشكل يومي. يعني قانون الجرائم الإلكترونية بتطور، قانون التنفيذ، قانون محكمة الجنايات الكبرى. والحمد لله رب العالمين القضاء عنا والمحامين نتمثل بملكية قانونية واسعة. فالقانون بالأردن والقوانين بتطور مستمر. نعم. مع تطور المجتمع. نعم، بس أصلا برأيك شو هي التشريعات اللي فعلا بحاجة لتعديل؟ أنا برأيي قانون التنفيذ على الرغم من أنه حديثا، بس يوجد بعض النقاط فيه. وأيضا قانون محكمة الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية، هذا بحاجة إلى إعادة النظر فيه وتطوره كونه المجتمع يتطور بشكل مستمر. وأخص بالذكر قانون التنفيذ، لأنه قانون التنفيذ مع أوامر الدفاع مع صدور القانون الجديد للأسف في انتهاك لحقوق بعض العباد أو بعض الناس، أخص الشيء التجار. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ أول شيء أتمنى ذلك، أني ألتقي بجلالة الملك. أنا ونخبة من الشباب لغايات وجود بعض التطورات اللي نفسي إحنا إنها تتطور، وبالأخص مش بس القضاء، بالحياة الاجتماعية والخدمة المجتمعية بشكل عام. فبتمنى أني ألتقي بجلالة الملك، وبتمنى أني يعني نفعل دور الشباب في إدارة الدولة. نعم. والله يحفظ لنا جلالة الملك إن شاء الله ذخره لها الوطن إن شاء الله. شو بتحب توجه نصيحة للشباب وخصوصا المقبلين على دراسة القانون؟ أنا بنصح كل شخص بده يقوم بدراسة تخصص القانون، بنصحه أنه يكمل دراسته ويكمل ويطور من دراسته. يعني مش والله بدي أدرس بكالوريوس، لا، لازم يكمل ماجستير ولازم يكمل دكتوراه. وبتمنى بالجامعات بشكل عام، الجامعات الأردنية، أنه أثناء الدراسة يكون في إشي اسمه التدريب بأثناء البكالوريوس. يعني بدل ما هي 4 سنوات البكالوريوس يكون 5 سنوات سنة تدريب، مش غلط، لأنه إجباري لازم يكون في تدريب. لأنه للأسف هاي مشكلة بواجهها أنا بشركتي بالمقابلات مع الموظفين أو لما بدي أعين محامين. كل المحامي أثناء فترة التدريب مش كثير وضعه، بس حافظ ومش مشتغل بشغلته ولا متدرب. فللأسف الشديد هذا بعاني. فبتمنى إن شاء الله من التعليم العالي إنه يوضع مادة التطبيقات القضائية وتكون عملية. وهذا بنتمناه للشباب، وإن شاء الله يا رب
يردوا على اقتراحاتنا أو تطوراتنا بالتخصص هذا. بس أصل ما هو دور المحامي في تحقيق العدالة؟ الأصل المحامي يقوم بمساعدة القضاء والوقوف بجانب القضاء لإظهار الحقيقة والعدل، لأنه إحنا تحقيق العدالة المحامي هو من يساعد القضاء في إظهار الحق، وإحنا نسمى المحامين القاضي الواقف، والمسمى هذا إجا بناء أنه إحنا نسعى إلى تحقيق العدل والعدالة. نعم. فالمحامي دوره هون يقوم بتقديم بيناته، والمدعي العام يقوم بتقديم بيناته، والمحكمة تقوم بوزن هذه البينات. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر عن موقع الشركة وطرق التواصل معكم. إحنا موقع شركتنا بتلال علي مقابل مطاعم زهور الشفا، عمارة تاج العطور الطابق الثالث. لنا شركة كلمة الحق موجودة على الفيسبوك للمحاماة والتحكيم الدولي. وإذا كان أي شخص بده يتواصل من خارج الأردن برضو في بمصر إلنا فرع زي ما حكينا، وإلنا بالسعودية، وإن شاء الله في فرع تحت الإنشاء بدبي إن شاء الله. شكرا لك بالتوفيق. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر الأستاذ المحامي دكتور غسان شاهر الزوفي على حسن استضافته لنا وعلى أمر اللقاء بكم مجددا. نورت أسنا، وشكرا لك.